طبعا في الوقت اللي بيزداد فيه وجود كوبلز كتير على السوشيال ميديا والعلاقات بقت موجودة، كمان بقى فيه أسر بتستخدم الأولاد وتطلع معهم أولادهم في السوشيال ميديا. فهنتكلم بقى أكتر مع دكتورة إيمان خضر، أخصائي الصحة النفسية وتعديل سلوك الأطفال، عن تأثير السوشيال ميديا دلوقتي على الأطفال. إزي حضرتك؟ أهلا بك يا شريف. تأثير السوشيال ميديا بشكل عام دلوقتي على الأطفال بقت تأثر عليهم إزاي؟ طيب تمام، خلينا في الأول نبقى عارفين كده نقطة مهمة قوي، إن أول 5 و7 سنين في حياة الطفل هي أكتر 5 سنين بتتكون فيها شخصية الطفل، وبتتكون من خلال إيه؟ من خلال المحاكاة والتقليد، تقليد الأب والأم من خلال مشاهدات وليهم تصرفاتهم أسلوبهم في التعامل مع اللي حواليهم. فالطفل بيبتدي يكون بقى أفكاره وقيمه ومبادئه ومعتقداته من خلال مشاهدة الأب والأم. النقطة التانية اللي برضو حابة ان انا اتكلم عنها، ان الطفل برضو في اول 5 و7 سنين هو محتاج ايه؟ هو محتاج ياكل، محتاج يشرب، محتاج يتعلم، محتاج يلعب، محتاج يبقى في دايرة ثقة وامان اللي هم المفروض الاب والام اللي هيقلدهم بقى بالظبط كده. والمدرسة طبعا بتبقى بالنسبة له المجتمع التاني اللي بيبتدي برضو يكتسب منه المبادئ والقيم والاخلاقيات كلها، وبيبتدي يكون شخصيته بقى، وبتبتدي يعزز ثقته في نفسه من خلال الدايرة الصغيرة اللي هي البيت، والدايرة الأكبر اللي هي المدرسة، ولو كان بينتمي النادي برضو بيكون عليه دور مهم جدا. اللي احنا شايفينه دلوقتي وملاحظ ان في اطفال ابتدوا الاب والام السوشيال ميديا من سن اصغر من 7 سنين. اكيد بالظبط كده، بالظبط كده، اصغر من 7 سنين. يعني في مثلا انا بالصدفه شفت فيديو لطفله الصبح عندها تقريبا 6 سنين او 5 سنين، مامتها تقريبا موقفاها وراها، والبنت بتتكلم بطريقه استحاله تكون طفله، يعني مش طفله خالص اللي بتتكلم. في برضو شقين انا حابه اتكلم عنهم، الولاد اللي هي بتقدم محتوى بنفسها، وفي الاولاد اللي هي بيبقى الاب والام يعني اقحموهم السوشيال ميديا من خلال بيستخدموهم في ان هم يعملوا بالظبط كده. احنا عارفين طبعا مضار السوشيال ميديا على الاطفال وعلى المراهقين اللي هم بيقدموا محتوى لنفسهم، هو طبعا بيبتدي بقى يعمل بيبتدي بفكرة صغيرة، موضوع صغير، بيلاقي ان هو الموضوع كبر معاه، بيبتدي يكبر في الفكرة، وطول ما هو بيكبر في الفكرة هو طبعا بيفقد طفولته، بيفقد مبادئه، بيفقد قيمه كلها. ليه؟ لان هو شايف ان هو ممكن من خلال السوشيال ميديا يحصل على مكاسب مادية. طيب من سن بدري قوي كمان، فده اكيد بيخلق عنده طموح مختلف او اكبر من سنه. اكيد بالظبط كده، في اطفال كتير جدا بتبتدي او ما بتبتدي تقتحم مجال السوشيال ميديا، سواء بقى هم لوحدهم بيقدموا محتوى او مع اهلهم، هم بيبتدوا يكونوا صورة عن ذاتهم من خلال الفولورز المتابعين. فتخيل طفل عنده 6 سنين او 7 سنين بيبتدي يشوف نفسه من خلال المتابعين، انا كل ما المتابعين بيكتروا انا صورتي كويسه، انا شخص كويس، انا شخص انا لا ده انا بتدلع اكتر، بيجي لي هدايا من اهلي اكتر، وبيجيبوا لي حاجات اكتر عشان اعمل يعني افضل لذيذ بقى وافرح بالفيديوهات. بالظبط كده. فده بالنسبه للاطفال اللي مع اهلهم. الطفل ده المفروض ان هو بيبقى ليه مسار نمو طبيعي، نمو نفسي وعقلي وجسدي، بيحصل خلل في مسار النمو ده. ليه؟ لان الطفل المفروض ان هو بيكبر بيلعب، هو بيبقى فيه سكيلز معينه، مهارات معينه بيكتسبها في الحياه من خلال ايه؟ من خلال الاب الام، من خلال اللعب مع الاطفال اللي زيه. هو كل الكلام ده مش تقريبا ما بيكونش موجود، هو حياته كلها وتركيزه كله بيبقى من خلال ايه؟ المحتوى اللي بيقدمه مع باباه ومامته. يعني عايز اقولك ان في اطفال ما راحوش المدارس، ما بيروحوش المدارس، ما بيروحوش الامتحانات، ما بياكلوش كويس. ليه؟ لان هو المفروض ملزم بان هو في محتوى معين المفروض ان هو بيأديه يوميا مع باباه ومامته. ده بقى ناهيك عن اختراق ده كمان خصوصيه. حضرتك بتتكلمي كل ده على الطفل اللي بيقدم محتوى. بالظبط، ان انت لسه ما كنتيش على الطفل اللي بيتفرج على طفل بيقدم اصلا محتوى. ده لسه ليه موضوع تاني خالص. الطفل اللي بيقدم المحتوى ده بالنسبه لي بيبقى المشكله ده عنده اكبر، بيتعرض لحاجات كتيره قوي بدري قوي، فشخصيته بتبتدي تتغير او يبقى فيها يعني عناصر كتيره قوي تلخبطه. بالظبط كده. يعني هو اولا خلينا نتكلم اولا ان هو بيبقى عنده حرمان عاطفي،
بيبقى ما بيبقاش عارف ان هو يعبر كويس عن مشاعره وعن افكاره. ليه؟ لان الطفل بطبيعه الحال بيبتدي يعبر عن مشاعره وعن افكاره من خلال النطاق اللي حواليه الطبيعي. لكن انا مثلا بابايا ومامتي حاطيني تحت ستريس دايما وكاميرات دايما وتصوير، فانا مثلا عايزه اعيط، لا ما تعيطش دلوقتي، انت مفروض في كاميرات متسلطة عليك. بس الحاجات دي مش بتزود ثقته في نفسه خالص، هو بيبقى عامل زي البالونة بالظبط، البالونة منفوخة على الفاضي، مجرد ما شكها بالدبوس خلاص هو منفوخ على الفاضي، هو ما عندهوش اي مقومات للثقة في النفس. يعني بيبقى فيه انسكيورتيز كتير. طبعا يعني حاول كده تقارن ما بين طفل طبيعي كبر دخل المدرسة بقى ليه دايرة صحاب، كبروا معاه من ابتدائي لإعدادي لثانوي، اكتسب مهارات، طفل بقى عنده فولوورز ومعجبين، هو ما نعرفهمش يعني. الطفل ده كمان في نقطة مهمة حبيت أقولها، ان الطفل ده ما بيبقاش عنده مهارات تواصل اجتماعي، يعني هو بيعرف يعرض نفسه بس، لكن ان هو يعرف يتكلم بطريقه طبيعيه، ان هو يعرف يكسب صحاب، ان هو يعرف يتعامل مع اللي حواليه ما بيعرفش. فعشان كده بيدخل بقى في ايه. طب والطفل التاني بقى اللي بيتفرج، اللي بيتفرج بص الاضرارها اقل من اللي هو اصلا في نفس المحتوى بالظبط كده. اللي بيتفرج لا، هو اللي بيتفرج كل مشكله عنده ان انا عايز ابقى زيه، ينفع ابقى زيه ازاي. فدي محلوله من تعامل الاهل بطريقه يعني صحيحه بالظبط كده. طالما في اهل بيراقبوا مسيطرين على الموقف خلاص، في نفس الوقت في اهل عارفين المفروض ابني مثلا في المرحله العمريه دي المفروض يكون اهتماماته ايه. لو انا عارف ان اهتماماته المفروض تكون رياضه ودراسه مزيكا، فما بيبقاش اصلا معاه تليفون كتير ولا بيحتك بالسوشيال ميديا بالظبط كده.